في جولة يقوم بها سيادة العميد الركن أحمد بري رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر على ريف حلب الشمالي للاطلاع على أوضاع الجيش الحر بكافة فصائله، يسرنا أن نلتقي مع سيادة العميد الركن أحمد بري. مرحبا سيادة العميد. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وفك الأسر عن الموقوفين المعتقلين. تقوم في جولات متعددة ومتكررة في كافة أرجاء سوريا، اليوم كان نصيبنا أن نلتقي بك في ريف حلب الشمالي، خاصة على جبهات داعش التي مشتعلة منذ فترة طويلة وإلى الآن. ما هو رأيك في تقدمات الجيش الحر في المنطقة الشمالية؟ أخي الكريم، طبعا أنا الأسبوع الماضي كنت في ريف حلب الجنوبي، مرينا على كافة نقاط الرباط ومرينا على غرف العمليات. اليوم الجمعة 26/2/2016، نحن الآن في ريف حلب الشمالي، عندنا هون قرية دلحة، حربل، حربلة، طبعا على اليمين في قرية غزل اللي حاليا تحت سيطرة داعش، وقرى أخرى. طبعا نحن مررنا كي نتفقد المقاتلين والمجاهدين في الجيش الحر وغيره في المنطقة هون. طبعا مرينا وكان شيء يرفع الرأس بالنسبة للشباب موجودين. مريت على فيلق الشام، مرينا على فرقة السلطان مراد، مرينا على لواء الفتح، مرينا كمان شفنا شباب من الفرقة 13 من صقور الجبل، يعني مشان ما نستثني أحد. كافة الأخوة الموجودين هون حاولنا نحن نتواصل معهم ونشوفهم إما عن طريق القادة أو عن طريق بعض النقاط الرباط. الحمد لله الوضع جيد. البارحة كان في عمل على عين دقنة، استطاعوا الشباب من فرقة سلطان مراد ومعهم أخوة آخرين اقتحام القرية وتحريرها، ولكن شدة القصف والقذائف التي ليس لها غير مسموحة دوليا اللي تمت استخدامها، أجبر الأخوة على التراجع والانسحاب بعد أن كبدوا البي بي كي والبي اي دي والعناصر وجيش السوار، عناصر لا بأس بها، تراجعوا إلى الخلف قليلا ولا يزالوا مرابطين على خطوط التماس. سيادة العميد، الآن تشهد منطقة ريف حلب الشمالي تحديدا حصار مطبق، إن كان من داعش، إن كان من البي كي كي، وإن كان من النظام. يا ترى ما هي الهدف من هذا الحصار؟ هل هؤلاء الثلاث إن كان النظام أو البي كي كي أو داعش متفقون على قتل ومحاصرة الجيش الحر في هذه المنطقة؟ طبعا استطاع النظام للأسف بالبداية تجيش وتجهيز داعش للعمل لصالحه، وكل ما يحدث من انتصارات لداعش في المناطق نحن نعتبرها عبارة عن مؤامرات، مثل ما سمعتوا من أيام أخذوا قطعوا طريق خناصر وهي عبارة عن لعبة قاموا بها. طبعا كان في فصائل أخرى عم تحاول فتح الطريق بين إدلب وحلب، قام داعش فورا بقطع الطريق عليهم و وصلت إلى منطقة فصلت بينهم بين الجيش النظام ومنعتهم التقدم، وما أخذوا من على قلم ومن غنائم هو عبارة عن النظام ترك لهم كي يتقوى في المنطقة. للأسف الأشد أنه شفنا نحن بعض من الأكراد، طبعا الأكراد بشكل عام نحن أخواتنا وأهلنا، أما بعض من الأكراد انجروا وراء النظام وانجروا وراء أمور أخرى اللي هي حزب البيكي بفصائله، ونتبعهم للأسف الأشد جيش السوار اللي كان يقاتل معنا في جبل الزاوية ويقاتل معنا في إدلب. حاليا تم استقطابه من قبل النظام وفوجئنا بطعننا بالخاصرة عندما انطلق واحتل بعض المناطق بعد أن وصل النظام إلى نبل وزهرة. نحن نأمل من الأخوة اللي غرر فيهم من الأكراد ومن جيش السوار أن يعودوا إلى حضن الثورة وأن يعودوا إلى أخوتهم ويتركوا النظام ساقط لا محالة. بالنسبة لداعش نحن نعلم أنها لعبة مخابرات دولية، واللي أسسها وأطلقها هن المالكي وبشار الأسد، وسينتهوا يوما ما إن شاء الله مثل ما انتهى الطغاة في العالم. هن عبارة عن مجموعات إرهابية تقوم بقتل الناس وإرعابهم، سوف يسقطوا إن شاء الله كما يسقط بشار الأسد وغيره. سيادة العميد، برأيكم هل يمكن لهذه الهدنة أن تنجح؟ أخي الكريم، الهدنة مثل ما قال الدكتور رياض حجاب وفريق التفاوض، الهدنة خرجت من طرف واحد،
لم تشاور المعارضة بالهدنة. روسيا وأمريكا أعلنوا القرارات الهدنة بدون مشاورات وبدون موافقة مسبقة. نحن ننظر للهدنة بوجهين، وجه سيء وجه حسن. إذا بدوا ينفذوها مثل ما قالوا، الوجه السيء فيها أنه يستثنوا جبهة النصرة ويستثنوا دارية. نحن لا نقبل بهذا العمل نهائيا، لأنه نحن ننظر إلى الفصائل الإرهابية الموجودة مع النظام، الإيرانيين والروس حاليا وحزب البيبيكي وحزب الشيطان، مثلهم مثل داعش بالضبط. إذا بدوا يستثنوا بدوا يستثنوا الجميع من الهدنة. إذا هن استثنوا جبهة النصرة، بل احنا كمان راح نستثني من هدنة المناطق اللي تحت سيطرة النظام اللي فيها إيرانيين وأفغان. اليوم الصبح مثل ما سمعتوا كان في هجوم قوي على قبطان الجبل وأخذ أسرى أفغانيين. نحن سوف نستثني أيضا الإيرانيين وحزب الشيطان وكافة الفصائل التي أتت تقاتل مع النظام من الهدنة. نحن لا نقبل أن يستثنى أحد من الهدنة، لا دارية ولا حتى جبهة النصرة. جبهة النصرة تنتشر بين المدن الموجود فيها المعارضة. كيف بدك تم الانتقاء ضرب مقر النصرة ومقر أوفي يوجد مدنيين حواليه؟ البارحة أعلن جبهة النصرة في سرمدة أنه انسحاب من مدينة سرمدة كي تجنب المدنيين. اليوم إن شاء الله كمان الجيش الحر سوف يخلي المدن ويخرج إلى المناطق اللي خارج السكن كي لا تكون ذريعة للروس والنظام بقتل المدنيين بحجة ضرب المعارضة. وطبعا هن بحجة جبهة النصرة راح يضربوا المعارضة مثل ما شفنا احنا، أي مكان في معارضة عم يستم استهدافها. وليك داعش، هاي غزال وهي مناطق داعش إلى الآن لم تقصف ولا مرة من قبل الروس. البارحة بالليل 11 طائرة كانت في سماء ريف حلب الشمالي، طبعا من جهة قبطان و مجازر ودارة عزة ومناطق أخرى، 11 طائرة في الجو، تنتين طالعات تنتين نازلات. استخدموا أسلحة لم يستخدم، ممنوعة دوليا وخاصة القنابل العنقودية، وكان قصف عنيف جدا. وبعدها النظام بدأ مع البيبيكي مع جيش الثوار بالتقدم، طبعا مجموعات إيرانية مجموعات أفغانية مجموعات عراقية شيعة بالتقدم باتجاه قبطان الجبل. كانوا هم الأخوة بالمرصاد، الحمد لله كان في أسرى وقتل منهم عدد كبير وتراجعوا الحمد لله. إذن نحن لن نقبل بهدنة تستثني أحدا، ولن نقبل بهدنة لن نصنعها نحن. إذا ما أننا مشاورين فيها لن نقبل. أنا على اتصال نحن طبعا والمعارضة مع الدكتور رياض ومع مجموعة المتفاوض، ولن يقبل بأي عمل لا يخدم شعبنا وأهلنا. نعم سيادة العميد، يعني هلا جبهة استثنوا من المعاهدة جبهة النصرة وداعش. طيب من ناحية النظام، ميليشيات الشيعية وميليشيا حزب الله وغيره من الميليشيات الأفغانية التي تقاتل مع قوات النظام، لماذا سميت جبهة النصرة إرهابية ولم تسمى الميليشيات الشيعية والأفغانية إرهابية؟ طيب ليش ما تسمى النظام إرهابي؟ القتل والتهجير اللي استخدمه النظام أكبر من داعش وأكبر من اللي استخدمه باقي الفصائل، ليش ما عدوه إرهابي؟ طبعا نحن مثل لك استثنوا جبهة النصرة، احنا مستثنيين المناطق الموجودين فيها الإيرانيين والشيعة وكل هذول، لأنه نحن نعتبر إرهابيين مثل داعش بالضبط، مثل داعش. استثنوا مكان بدنا نستثني نحن أخرى. طيب دارية لا فيها داعش ولا فيها جبهة النصرة، ليش استثنوها؟ طبعا هن عم يحطوا داعش عبارة عن فزاعة أو على العلاقة بعلقوا عليها أمورهم. ليك داعش مناطق ما عم نشوفهم يضربوها، ليك المناطق اللي فيها داعش آمنة أكثر من دمشق، لأنه النظام هو اللي صنع داعش وهو اللي عم يدافع عنا. ما بنشوف إلا النظام أخلى تدمر، سلموا للدواعش كيمياء، سلموا عتاد، سلموا أسلحة. أخلى بزمانه منطقة الحمراء بريف حما، سلموا المستودعات ذخيرة بكاملة. أخلى المعسكرات الرقة، سلموا المعسكر الفرقة 17 بكل عتاد وحوالي 200 آلية. الآن بخناصر سلموا 12 دبابة عدا العربات الأخرى. إذا النظام هو اللي صانع داعش، وبالتالي يجب أن أظن أيضا أن نستثني النظام نحن من الهدنة، لأن النظام هو عم يقتلنا. سيادة العميد، ما هي رؤية المجلس في الأيام القادمة بالنسبة لأوضاع الجيش الحر؟ نحن نأمل في هيئة الأركان أنه نستطيع إن شاء الله في الأيام القادمة أن نوحد كلمة الشباب. طبعا حاليا نحن ما بنقوم متفرقين، لا الحمد لله. أنا كنت بحلب الأسبوع الماضي، كل الأخوة المقاتلين الجيش الحر
والفصائل المعتدلة موجودين ضمن غرف عمليات واحدة ويعملون على تنسيق كامل. أيضا في الشمال أنا مثل ما ذكرت مريت على كل الفصائل الحمد لله وكلهم يعملوا بغرفة عمليات واحدة. إذن مبدئيا التوحد بالعمل، مستقبلا إن شاء الله راح يكون توحد بكل شيء إذا الله قدرنا إن شاء الله. هل هناك رسالة ممكن توجهها كسيادة العميد الركن لكافة فصائل الجيش الحر، توصيات ربما للعناصر للقادة، هل هناك شيء ممكن أنك توجهه للجيش الحر بشكل عام؟ أول شيء بالنسبة للجيش الحر بشكل كامل والقادة خصوصا نوصيهم بإذن الله أن يبدأوا على فكرة التوحد والعمل ضمن فريق واحد وبقيادة واحدة. من يكون القائد ليس مشكلة، إنما يجب أن تكون كلمة واحدة. الببكي قرار واحد، النظام قرار واحد، الدواعش قرار واحد، إلا جيش حر لحد الآن في عدة قرارات. نأمل أن يكون القرار واحد ويجتمعوا كلهم على كلمة واحدة. ليس المهم من يقود، إنما يكون في اجتماع على كلمة واحدة. بالنسبة للأخوة المقاتلين نقول لهم أولا تحصنوا، الأرض خير حصن، أينما وصلتم احفروا خنادق وتحصنوا بها. ونقول للشباب اللي خرجوا خارج سوريا سواء في المخيمات داخل سوريا أو خارجها، اللي خرجوا من القتال واللي راحوا أوروبا، هي بلدنا والشام ما حد راد يدافع عنا، الشام وسوريا خصوصا ما حد راد يدافع عنا إلا نحن. نرجو منهم العودة إلى صفوف القتال ولا يتركوا بلاد الشام ولا يتركوا سوريا إلى الأوباش الذين أتوا بقاع الأرض من إيراني وشيعي وأفغاني وعراقي شيعي وحزب الشيطان والروس، ليس لهم مكان عندنا. نحن نعتبر روسيا وإيران محتلة لأراضينا حاليا وسوف نقاتلهم حتى يخرجوا من كافة الأراضي السورية إن شاء الله. إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سيادة العميد الركن أحمد بري رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر. شكرا سيادة العميد.